الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعه؟ زي ما عودناكم كل يوم في جديد، ما تنسوش الاشتراكات واللايكات والحلقات، عايز الفيديو ده يوصل لاكبر عدد منها. زي ما قلنا كل مره شعارنا يلا نحب بعضينا، وانا بحب كل الناس ويا ريت الناس تحبنا وتحب بعضيها. النهارده جاي لي اخ عزيز غالي من العمريه باين، فجاي يصور عندي وجاي يشرفني وعلى دماغي. وطبعا زي ما انا قلت قبل كده، انا بتشرف باي حد، واي حد يجي المزرعه دي بتاعتي بتاعته بتاعت اي حد يشرفنا هنا، هو ما عنديش اي مشاكل. الراجل جاي لي وعنده قناه وعايز ان انا ادعمه، وانا كده كده قلت انا قبل كده بدعم اي حد بالحب وبالتراضي بدون مقابل بدون اي حاجه. والنهارده ان شاء الله هو جاي لنا وطلع اهو، يلا بينا حبيب قلبي. ازيك؟ عشان بس معلش بس ابقى انسى الاسم، سهيل التركي وصاحب قناه سهيل التركي. الراجل مشرفنا النهارده، حد يجي يتفرج يعمل فيديو يشوف ايه دنيته. طبعا المزرعه كلها تحت امره واحنا تحت امر اي حد وكل الناس على دماغي. يلا بينا نشوف سهيل هيعمل ايه. بس كابتن شوف لو حد بيسمعش كده ان شاء الله. زي ما انت شايف دوت، ده كلب عنده 7 شهور 8 شهور الحدود دي، دمه حاضر حلو قوي. هي عدانه بس اللي عايز شويه هرمونات او حاجه. تعالى حبيبي هنا كده الكلب ده، الحمد لله ودانه واقف. ده كان اول امبارح جات له دانه عامله كده اهو. تعالى حبيبي تعالى تعالى. ده كلب ابن الكلب كان معايا، كان كلب اسمه ماريو، كان كلب بظهر حلو قوي. تعالى حبيبي ده 9 شهور برضه زي ما انت شايف، في حد ان شاء الله دل الارض في مقاس. ده برضه لسه بيشتغل. ده عامة انا عارفه هاتني اصل عشان هتكلم. ده عارفه هاتني بس بس ده عارفه ب3.5. ده ابن الكلب اللي كان معايا في دم الكلب دوت. بخش يا اخي عشان برضه بنت بابا الكاميرا اللي وراك. طيب ايش يا جماعه؟ عشان معايا عمر فاعذروني. طبعا كلب بنا واحده ما بتعملوش في الخلفه. لا لا لا، هو كلب بخصيه واحده شغال. شرط ان الكلب يكون بخصيه واحده ان يكون مش لا 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 مش شغال. في ناس عندها معلومات ان الكلب بخصيه واحده بس يا ابني. ايوه في ناس عارف فاهمه ان مثلا بخصيه واحده الكلب مش شغال. لا بيبقى شغال وبيبقى شغال اكتر كمان من الخصيتين وبرده كده كده. ايوه بس انت لما بتاخد كلب مثلا ب3.5 غير لما بتاخد كلب ب 10,000 جنيه. انا باخد كلب ب 10,000 جنيه بروح احلل له واحد، لكن انا باخد كلب ب 3.5 هتقول لي هروح احلل له. طب افرض ما اشتغلش؟ طب ما انا برضه شريت كلب. يعني انت بقى مش مفتح عني مثلا اللي انت هتروح تاخد تحلل لي ليه؟ لان احنا بنروح كلب في الايه؟ يا ابني مش عارف اتكلم يا ابني، حرام عليك. يا ابني اسكت يا ابني. كلب بظهر الولاد حمر، بيغرس في شراسه برضو ايه مش قوي اهو شغال برضو من عندك. انا كده تعالى هنا. سيب الكلاب مالكش دعوه. لو سمحتوا برضو تسموا عندنا هنا اهو، تسموا برضو عند كابتن سهيل. كلب في حاله كلام الدراسه بس يا بابا. طبعا يا جماعه الاحجام دي بتاعت زمان، الحاجات دي نوعيه ما فيش منها دلوقتي. وبرضو دمه حاضر الكلب. تعالى كده اهو، تعالى 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 كده. بص كده لسهيل، بص كده
يعني كلب لو يملى ويطحن يبقى حاجة يعني فوق نمرة واحد. الحاجات دي خلصت يا جماعة. الكلب ده معروض النهارده ب 4000 جنيه. إن شاء الله. هتقول لي ليه مش ليه ده ولف انجليزي؟ لا الكلب ده عشان كلب من النوادر مفيش من الأحجام دي دلوقتي وزي ما أنت شايف الكلب. كلب فريح. وبيسمع الكلام قوي وفي بداية شراسة كويسة. يلا روح يلا يلا. يلا حبيبي. عنده سنة. في شراسه حلوه قوي وبيمسك خشب وبيبدل وكل حاجه. لو اقعد مكانك اقعد مكانك. يلا المربط الاول. فرجك برضو الكلب عامل ازاي. خلينا احنا بعيد. خلينا احنا بعيد يا جماعة عشان ايه. هو لسه سلم. الكلب مش امن ما يعني ما قابليش. بس ليه. طبعا ممكن اخش امسكه يروح داخل. يروح لافف عليا مديني واحدة. الكلب طبعا هيقعد هتبقى ايه؟ طبعا لسه الكلب جديد ما هيعرفش حاجة. العضة هتبقى في غل. عشان كده يا جماعة احنا رجعنا ورا. سيبوا استاذ احمد مايكل يتعامل. ممكن حبيبي كده تلبسها في رقبتك؟ معلش. بصي بقى بيعمل ازاي هو؟
بس استنى استنى بس بس يا حبيبي بس 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 يا ابن اسكت يا ابن حرام عليك يا ابن اللي بتعملوا فينا ده بس يا جماعه عشان ما الكلب يا جماعه متبهدل على فكره من الميه عشان الحر ولسه ما هو ده لسه انا ما اعرفش ولا مشطه ولا اي حاجه لسه الكلب طبعا الاستاذ احمد مايك مش عارف يتعامل مع الكلب زي ما انتم شايفين هو ماسكه ماشي طبعا ما ينفعش نترس على الكلب يا جماعه لازم تروح تجيب يلا 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 تعال اوريو هنا اوريو بس جو جو جوه جو جو بس الحمد لله دخلنا الكلب هنا هو ماشي طبعا اللي احنا عاملينه ده احنا بنحطوه لما بنيجي نقفل عشان الكلاب طبعا بتفضل تقعوا على بعض وما بتفصلش وطبعا اخر حاجه عندنا في كلاب الشراسه الكلب زلزال يا زلزوله عامل يا حبيبي استاذ سهيل بس عايز يجي يسلم عليك زلزال زي ما احنا شايفين اهو كده احنا برضه الكلب ده برضه ما تراجع ولا استسلام الكلب ده وقع انا عرضه ب 5000 جنيه الكلب شغال على اي حاجه ما اتلمس ما نشوف معايا حد غريب الكلب بيشتغل فوق الشوق خش ده كلب حراسه فوق النمره واحد معلش يا استاذ معلش بس عشان انت ايه طبعا الكلب ده ما بيطيقش اي حاجه وما بيطيقش اي حد اخر حاجه عندنا الكلبين الهاسكي تعالى بقى هنا لان الكلاب دي هتطلع هتتفرج على اكروبات اهو تعالى هنا اهو كده الكاميرا كده تتحرك معانا شايفين الكلاب انجري فيس اهي شفتوا ايه رايكم في الجمله اللي قالها قولها كده كمان مره انجري فيس الله الله يعني الوش بتاعه بيبقى مرسوم كده زي ما انتم شايفين هذا ما شاء الله عليه زي ما انتم شايفين برضو الثانيه ايه كلاب على فكره كلاب الذكر ده بتاع الكلب بتاع بنوه كلب اللي هو الاحمر الضخم ده الناس اللي تعرف الذكر لا يعلى عليه يعني بطل اسكندريه يعتبر بطل مصر الله اكبر عليه ربنا يبارك له تمام كده قبل ما ننهي حلقتنا ان شاء الله زي ما قلنا
كده كده بندعم بص هاي هنحط بس يا بابا هنحط القناره بس بس انت كمان يعني هم بيلعبوا مع بعض مش دعوه بس عاملين اشتراك علينا بس يا حبيبي بس طبعا هنحطوا اللينك تحت عندنا زي ما بنحطه كده اهو قناه اسمها ايه؟ سهيل التركي ل تربية الكلاب يا جماعة تربية الكلاب أي حاجة لتحس الكلاب أنت قول بقى أنت قول كل حاجة تحس الكلاب وإن شاء الله عاملين كده مسابقة كده يا باشا مسابقة عبارة عن إيه؟ عاملين زي جروايز الكلابية هندعم بيها الناس اللي لسه هنفسدها كويس تمام مستوى كويس من الطعام السمائي طيب المسابقة اللي أنت عاملها بناء عن إيه؟ يعني تخش تعمل اشتراك تبعت لي في الكومنتات أو على الانستجرام هتلاقي لينك الانستجرام عندي على الصفحة وهنعمل سحب ان شاء الله والسحب ده هيكون فيه فايز مش بس كده يا جماعه في مسابقات تانيه في بوكسات اللي هي الشيالات دي جبنا برده تطلع هديه وفي كزاليش وفي خنات وفي كمامات كل ده يبقى هديه ربنا يسهل لك الحياه وتفرح ونفرحوا برده بيك وتفرح الناس اهم حاجه لان في ناس بتبقى نفسها تفرح باي باقل هديه ان شاء الله نحاول نسلم للناس نشوفنا الفيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا أولي سادتي وسادتي تنتهي حلقتنا اليوم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.